انتظم بخلية الإعلام بالوزارة الأولى اللقاء الإعلامي العشرون، والذي تضمن مداخلات كل من طارق سعيدي المدير المساعد بالإدارة العامة للشؤون القنصلية، وفتح الفضلي مدير الأبحاث الاقتصادية، والكاظم زين العابدين عن ديوان وزير العدل. وتطرق ممثل وزارة الشؤون الخارجية في هذا اللقاء إلى مختلف الإجراءات المسخرة من قبل الوزارة لتمكين الجالية التونسية بالخارج من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. بالنسبة للمواطنين الخارج، أيام الانتخاب هي ستكون يوم 20 و21 و22 أكتوبر 2021. الوثائق المطلوبة مرسوم والوثيقة المطلوبة لممارسة الحق الانتخاب هي بطاقة التعريف بالنسبة للمواطنين في تونس، لكن بالنسبة للمواطنين في تونس بالخارج هي بطاقة التعريف أو جواز السفر. والترشيح بطبيعة الحال يستوجب أن يكون المتخرج بالترشيح متحصل على بطاقة ترشيح قنصلي أي مسجل لدى البعثات المصرية والقنصلية. وأضاف ممثل وزارة الشؤون الخارجية أنه تم إحداث 90 مكتبا قارا بالبعثات الدبلوماسية، كما جند ما يفوق عن 200 عون لضمان عملية التسجيل بالقائمات الانتخابية. أما ممثل وزارة التجارة والسياحة فقد تعرض في برنامج هذا اللقاء الإعلامي إلى الاستعدادات لشهر رمضان المعظم وللوضع العام للأسواق التونسية ومسائل التزود بالحاجيات الغذائية الأساسية، فضلا عن عملية المراقبة الأسعار. فقد تم تخصيص 320 فريق مراقبة متنقلة و35 فريق مراقبة قارات لتلك الأسواق. استعدادات الوزارة في المجال هذايا، الاستعدادات انطلقت من بداية جانفي 2011 في بالتنسيق مع كافة الهياكل، وخاصة منها الهياكل المهنية المعنية بالإنتاج ووزارة الفلاحة. وارتكز البرنامج خاصة على عنصرين اثنين، اللي هما معناها برمجة الإنتاج خلال الشهر هذا، خلال شهر رمضان، وتكوين مخزونات تعديلية في بعض المواد الحساسة. بالنسبة للباقي المنتوجات، احنا جينا على المواد الأساسية، ثم بعض المنتوجات اللي هما تشهد بعض الضغط على مستوى السوق، كما نقول كما السكر وكما الزيت النباتي كما المياه. لهنا نحب نشير إلى كونه الكميات هذية متوفرة على مستوى، سواء على مستوى برامج الإنتاج اللي مقررة لشهر أوت، وإلا على مستوى المخزونات. إذا كان يجيوا مثلا للسكر والتاي والقهوة اللي يجيب فيهم الديوان التونسي للتجارة، عندنا مخزون من المنتوجات هذه ما لا يقل عن شهرين استهلاك. أما المداخلة الثالثة لممثل وزير العدل فقد خصصت لدراسة أبرز مستجدات القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وأصهاره وأقربائه وما آلت إليه تلك القضايا. بالنسبة لما جد أخيرا، هو توجيه التهمة إلى رجل أعمال وزوجته، وهذا رجل الأعمال تم يعني تجميد مبلغ مالي هام على ذمته بالبنوك التونسية يقدر حوالي ب 16 مليار من العملة الصعبة، هذا في احد البنوك التونسية. اول الاسبوعين الاولين من شهر جويلية انتقل فريقا الى منظمة الانتربول بليون، فريق أول يتكون من المدير العام للشؤون الجزائية والسيد عميد قضاة التحقيق، والثاني مسؤول من وزارة العدل وكذلك مسؤولين من وزارة الداخلية. تمت هذه السفرة في نطاق هذه القضية، وتمكن يعني السيد عميد قضاة التحقيق والسيد المدير العام للشؤون الجزائية تمكن من مقابلة قضاة وكذلك الوفد الأمني، من مقابلة نظرائهم بالدول التي تم توجيه يعني الإنابات العدلية إليها. مسائل هامة وقف عندها هذا اللقاء الإعلامي، لكن يبقى لتأجيل محاكمة الرئيس المخلوع وأقربائه والبت في قضايا كل من اقترف إجراما في حق تونس الأولوية الكبرى بالنسبة إلى الشعب التونسي.